تتحرى دولة الإمارات وأغلب دول العالم هلال شهر شوال بعد صلاة المغرب من اليوم الخميس 29 من رمضان، ليكون يوم الجمعة في حال رؤية الهلال هو أول أيام عيد الفطر المبارك، وإلا فإنه سيكون المتمم لشهر رمضان. ولمزيد من التفاصيل حول تحري هلال شوال ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ الدكتور أحمد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة ورئيس الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك. دكتور، مرحبا بك معنا. الله، مساء الخير. مساء النور. ما هي فرص رؤية هلال شوال دكتور بعد غروب شمس اليوم الخميس بإذن الله؟ نعم، شكرا جزيلا. في الواقع احنا الآن بدأنا بالدقائق الأولى من يوم الخميس، فلحظة المحاق أو ما تسمى بلحظة الاقتران، أي لحظة ولادة القمر، تحققت قبل حوالي نصف ساعة، يعني تحققت في الساعات الأخيرة من يوم الأربعاء. نعم. فبما أنه تحققت قبل نصف ساعة، إذن يوم الخميس اليوم عند غروب الشمس راح يغرب القمر بعد غروب الشمس بدقائق تصل إلى أكثر من 40 دقيقة. ليش؟ لأن عمر هذه حسب توقيت الإمارات طبعا. نعم. ليش؟ لأن عمر القمر أو عمر الهلال راح يوصل إلى حوالي 19 ساعة، إذا نحسب من الآن إلى غروب الشمس حوالي 7 أو 17 دقائق. فبمعنى بما أنه مدة مكثو عند غروب الشمس راح تكون أكثر من 40 دقيقة في دولة الإمارات، وفي الدول الأخرى دول عربية والإسلامية كلها راح تتراوح بين 40 دقيقة إلى 55 دقيقة. فبالتالي هذه الفترة تسمح برؤية الهلال بوضوح، سواء بالعين المجردة أو بالأجهزة الفلكية أو بالتلسكوب أو بالنواظير إلى آخره. شرط الغلاف الجوي أنه السماء تكون صافية نظيفة لأجل رؤية الهلال، يعني خارج المدن، خارج التلوث الضوئي، خارج التلوث الصناعي إلى آخره. طيب دكتور، بالتالي في دول العالم الإسلامي والعربي سيرى الهلال بوضوح بصورة واضحة. نعم، بمعنى رمضان يكمل 29 يوم والعيد إن شاء الله يوم الجمعة بإذن الله. طيب دكتور، بعض الأشخاص يعتقدون بأن هناك خطأ في تحري هلال رمضان، ما هي أسباب هذا الاعتقاد برأيك؟ كلا، هو ليس خطأ وإنما كان صحيح 100%، لأن أكثر من 90% من الدول صامت يوم الخميس يوم 17/5. ليش؟ لأنه القمر ولد العصر ساعة 3:47 دقيقة يوم 15 مايو، فلما ولد فمعناته غرب قبل غروب الشمس بدقائق أو مع الشمس حسب خط الطول والعرض لتلك الدولة. نعم. فبالتالي كانت صعوبة رؤيته في غالب الدول العربية والإسلامية. نعم. ويمكن تصوروا أنه خطأ لأنه شاهدوا البدر في ليلة 13/14 كأنما مبكر، لأنه ولد مبكر، لأن البدر يتحقق بين 13 يوم، يعني اليوم 13/21 ساعة أو اليوم 15/13 ساعة. نعم دكتور، وضحت البدر ليس قياد. وضحت الصورة الأستاذ الدكتور أحمد مجول. أريد أضيف والله خميس، لأنه مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك أو مرصد الشارقة الفلكي اليوم سيكون جاهز للمشاهدين أن يشاهدون الهلال في المراصد الموجودة في مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك بعد الساعة 6:30. نعم، نشكر جهودكم دكتور. إذا الأستاذ الدكتور أحمد مجول النعيمي رئيس الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، شكرا لك على هذه الإفادة القيمة.